ومن جهته قال وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي أن تحويل النفقة للمطلقات عن طريق المحمول يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمي. استراتيجية شاملة للدولة، وهي استراتيجية التحول إلى المجتمع الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي. هي هناك الاستراتيجية دي زي ما يمكن ذكرت الدكتورة غادة النهاردة انها استراتيجية الدولة، استراتيجية الحقيقة رأس الدولة سيادة الرئيس مهتم جدا بالتحول للاقتصاد الرقمي والتحول الى المجتمع الرقمي وتحول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة الى خدمات رقمية.